صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. فهذا اليوم الجميل يوم الخميس المنيس، بعد يوم خميس ونيس وبعد يوم جميل والأجواء جميلة، ونصبح عليكم في هذا اليوم الجميل اللي يعني يجرب على نهاية الأسبوع باكر إن شاء الله. آخر يوم في هذا الأسبوع إن شاء الله يكون أسبوعكم هذا كان أسبوع جميل، أسبوع إيجابي، قدرتوا تحققون فيه جزء من أحلامكم طموحاتكم، وأهم شيء طبعا خدمنا في هذا الوطن المعطاء بلدنا الإمارات بكل حب وبكل عطاء وبكل كرم، لأن وطننا الإمارات ما شاء الله ما يدخل علينا بأي شيء، فمن واجبنا نحن نخدم الوطن، جزء من خدمة هذا الوطن عن طريق العمل والاجتهاد. صبح عليكم الخير من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة اللي يطلع عليكم كل يوم من الأثنين إلى الجمعة من الساعة 10:10 لين جريب الساعة 11. طبعا برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. مثل ما تعودتوا برنامج صحة وسعادة يقدم لكم آخر أخبار هيئة الصحة بدبي، جديد السوشيال ميديا، عندنا ضيوف مميزين يطرحون مواضيع جميلة تهمكم، وطبعا احنا دائما نسعد بتواصلكم سواء عن طريق الاتصال أو عن طريق الرسائل النصية. نذكركم أرقام التواصل اللي خلاص تعرفونها، ما علي نذكركم على 600551414 والرسائل النصية على 4006. إنزين دكتورة ندى، شو نسوي بأرقام التواصل هذه؟ طرشونا مسجات، خذتوا خدمة من مكان معين وعيبتكم في أي من المنشآت الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي، موضوع حابين تطرحونه، سؤال يدور في بالكم بخصوص أيا كان، بخصوص جائحة الكوفيد، التطعيم، بخصوص الخدمات الصحية، أي سؤال يخطر على بالكم ويكون ضمن نطاق برامج صحة وسعادة طرشوني إياه سواء بالمسجات أو عن طريق الاتصال. وطبعا مثل ما تعودتوا فقرات صحة وسعادة تتنوع، نبتديها بالأخبار أو الدراسات الصحية العلمية، بعدين بندردش شوية عن جديد السوشيال ميديا، وبعدين عندنا فقرة التغذية، وآخر فقرة بيكون عندنا فقرة مهمة عن التبرع بالدم وأهميته. وفقرة التغذية ترى اليوم عن الجلوتين وعلاقته ببرامج الحماية الغذائية، يعني اللي يقول الخبز شرير أو مو بشرير، اليوم بنعرفه لو الجلوتين الموجود في الخبز شرير أو لا. فهذه هي فقرات برنامج صحة وسعادة لليوم. نبتدي أول شيء بالخبر. الخبر يقول التغير المناخي قد يزيد من الإصابة بالحالات المؤلمة. قالت دراسة جديدة أن تغير المناخ سيؤدي إلى زيادة حصوات الكلى بسبب زيادة التعرق والجفاف. يزعم باحثون في ولاية بنسلفانيا أن الأيام الحارة ستزداد في المستقبل، ومن المرجح أن يكون ذلك بسبب فقدان الماء بشكل أكبر من خلال العرق، مما يؤدي إلى زيادة هرمون تركيز البول وزيادة تكوين حصوات الكلى التي تأتي عبارة عن رواسب صلبة مصنوعة من المعادن والأملاح التي تتكون داخل الكلى. طبعا هذه الحصوات تتشكل عندما يحتوي تكرمون البول على المزيد من المواد المكونة للبلورات مثل الكالسيوم والأكسليت وحمض البوليك، يعني مجموعة من المعادن والأملاح اللي تكون موجودة عندنا طبيعيا في جسمنا، لكن يزيد تركيز تكرمون في البول مم يعني أقل من تركيز السوائل فتتكون هذه الحصوات. وطبعا أظهرت الأبحاث السابقة بالفعل أن درجات الحرارة المحيطة المرتفعة تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى هذه، ويساهم طبعا عدم شرب كمية كافية من الماء في تكوين الحصوات، لأن المزيد من الماء في الكلى يساعد على منع البلورات المكونة للحصى من الالتصاق ببعضها البعض. لذلك من المرجح أن تسبب درجات الحرارة المرتفعة الجفاف، مما يؤدي بدوره إلى الحالة المؤلمة التي قد تتطلب جراحة في كثير من الأحيان. هذه الدراسة الجديدة أجريت من قبل الباحثين في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا بقيادة طبيب المسالك البولية دكتور جريجوري إي تاسيان، أتمنى قلت اسمها صح.
طبعا لا يخفى عليكم التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكون وثقب الأوزون الموجود والفقمات في القطب الشمالي، مساكين يعانون من ذوبان الثلوج الموجودة. ترى أنواد يعني أمور الفقمات الموجودة في القطب الشمالي، وأيضا أن شفنا أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على صحتنا بسبب أن ارتفاع الحرارة يؤدي إلى زيادة التعرق، بالتالي زيادة تركيز البول، بالتالي تكون الحصوات. هذا إن دل على شيء دل مثل ما دائما نحن نعرف يعني جسمنا يتفاعل مع محيطنا. يعني الناس اللي ما تهتم يقول لك والله يعني ما بنطفي مثل المكيف في الشتاء، أو ما بنهتم بعدم هدر الطاقة، أو عدم أنه ما يسوي إعادة تدوير مثلا للمنتجات اللي عندهم في البيت، يقول لك شو بيأثر يعني شخص واحد شو أثر في المناخ. كل شخص يؤثر في المناخ بالنسبة بسيطة. لو فكرنا يعني لو 1000 شخص من هالألف شخص كلهم ما اهتموا بالمناخ ولا أنهم يستخدموا مثلا أجهزة صديقة للبيئة، وحين ما شاء الله بعد في سيارات كهربائية لتقليل الانبعاثات وغيره وغيره، فتخيلوا كثير نحن نسهم في خلينا نقول زيادة درجات الحرارة وتغير هذا المناخ. فدعونا نكون كلنا مسؤولين، يعني مهم جدا حتى نعلم عيالنا في البيت أن الغرفة اللي ما تستخدمونها تطفوا فيها الكهرباء، لأن الكهرباء يعني حتى لو الكهرباء الحمد لله في بلادنا يعني ما ندفع عليها وايد، لكن توليد الكهرباء ترى هي من مولدات، هذه المولدات تستهلك وقود، هذا الوقود يبقى يطلع انبعاثات، هذه الانبعاثات قد تساعد في زيادة ارتفاع درجات الحرارة وثقب الأوزون، ويزعلون علينا علماء البيئة. فلازم يكون نحن مسؤولين يا جماعة، يعني ما في حد رقيب علينا فردا فردا، لكن يجب نكون نحن مسؤولين، سواء احنا كنا في بيوتنا، سواء كنا رايحين فنادق، مسافرين، اي مكان نكون يجب ان نكون مسؤولين في الحفاظ على الكهرباء والمياه وكل الموارد اللي تكون عندنا، لان كل واحد من هذه الموارد ما يجي بسهولة، كلها عبارة عن مصانع وأدوات وأجهزة وناس تشتغل عشان توفر لنا هذه الموارد، فلنحافظ عليها. ومن تأثيرنا نحن على المناخ إلى صفحات وسائل التواصل التابعة لهيئة الصحة بدبي، أحد الأخبار أو النصائح الموجودة في حساب الإنستغرام التابع لهيئة الصحة بدبي، وأنا دائما أنصح الجميع تابعوا صفحات وسائل التواصل التابعة لهيئة الصحة بدبي لمتابعة الأخبار، يحطون نصائح وايد جميلة، فيديوهات توعوية قصيرة، وحتى في فيديوهات ملائمة للأطفال بلغة بسيطة. اليوم أحد النصائح الموجودة نصائح أهل العائدين من السفر خلال جائحة الكوفيد. طبعا بعد العودة من السفر النصيحة تقول ابقى على اطلاع بجميع القوانين والإجراءات المطبقة في الدولة وبلد المقصد اللي انت سافرت له فيما يتعلق بالحاجة لاختبار قبل السفر أو بعده والحجر الصحي، وانتبه طبعا للأعراض التي قد تظهر عليك بعد العودة من السفر. فإذا لاحظت وجوه ظهور أعراض شبيهة بأعراض الكوفيد، اعزل نفسك وقم بإجراء الفحص. طبعا عليك التعامل بحذر مع الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات المرض، يعني خلي التباعد الاجتماعي ولبس الماسكات موجود، وإذا ظهرت عليك أعراض المرض أو كنت على اتصال بحالة مصابة قم بإبلاغ الجهة الصحية المسؤولة سواء هني أو في بلد المقصد أنت مسافر له. وأيضا عن طريق صفحات هيئة الصحة بدبي هناك تذكير بحافلة التبرع بالدم في إكسبو 2020. هذه الحافلة بتكون موجودة تاريخ 11 و12 يناير من الساعة 3 مساء إلى 9 مساء في إكسبو 2020 في بلازا 2020. واليوم عندنا فقرة مميزة مع دكتورة مي رؤوف مديرة مركز التبرع بالدم، بتكلمنا عن التبرع بالدم. فهذه فرصة للجميع اللي حابين يتبرعون بالدم يزورون إكسبو وفي نفس الوقت يتبرعون بالدم، لأن ننسى التبرع بالدم هي مهمة إنسانية وعمل إنساني، لأن لا يوجد بديل للدم البشري. كفو عليك يا سعيد، برعت بالدم، شي توفر المساعدة للإنسان في أمس الحاجة. سعيد كان اليوم في مركز دبي للتبرع بالدم في مستشفى لطيفة، وهو من أحدث المراكز في العالم، والعام الأطاف عدد وحدات الدم المسحوبة في المركز كانت حوالي 48 ألف وحدة دم، بارتفاع 8% عن العام اللي قبله، و 38% من هذه الوحدات راحت إلى مركز الثلاسيميا، والباقي إلى مستشفيات هيئة الصحة بدبي والمستشفيات الخاصة. وإذا يا سعيد مو برايم توصل للمركز، هناك حافلة التبرع بالدم إلى توصل للشركات والمؤسسات والجامعات، وكل إنسان ما عنده مشاكل صحية قادر على التبرع بالدم مرة كل 56 يوم،
في مركز التبرع العملية ما تأخذ أكثر من 30 إلى 45 دقيقة. إضافة لكون عمل إنساني نبيل، التبرع بالدم يساعد على منع حدوث الإصابة بالجلطات الدماغية والقلبية، وطبعاً ينشط الدورة الدموية ويحفز نخاع العظام لإنتاج خلايا جديدة. وبعد التبرع يا سعيد أكيد تحس براحة وحيوية لأن الدم بجسمك يتجدد. التبرع بالدم مسؤولية مجتمعية وخدمة إنسانية، وعساكم دوم صحة وسعادة. يا سلام، شكرا لك يا مخرج المميز نمر. هذا طبعا مقطع من فيديوهات التوعوية أو فلرات صحة وسعادة كنت أقدمها بخصوص التبرع بالدم. هناك رسالة تقول سلام عليكم أستاذة حوانا، كذا ما نتصل في هيئة الصحة لكن ما حد يرد علينا، الكول سنتر وادي خلينا على الخط، نبغى نطلب تطعيم الوالدين كبار السن. فاكم طيب، إن شاء الله بتم تحويل الرسالة للمعنيين في هيئة الصحة بدبي، وأنا أشجعكم تروحون للمركز الصحي اللي أنتوا تابعينه لطلب خدمة الزيارة المنزلية وتطعيم كبار المواطنين في البيت. وبخصوص هذا تطعيم كبار المواطنين، أحرص على تطعيم والديك ومن هو كبير من كبار المواطنين في البيت للحصول على الجرعة الداعمة لتقوية مناعتهم والحد من الدخول المستشفى ولا سمح الله الوفاة. احنا الحين راح نروح ان شاء الله فاصل، بعد الفاصل بيكون عندنا فقرة التغذية عن الجلوتين، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. منذ سنوات قريبة أصبح الجلوتين موضوعا مثيرا للجدل، صار في وايد ناس تقولك الجلوتين يسبب التهابات في الجسم ولازم نتبع حميات خالي من الجلوتين، وشفنا فيديوهات على وسائل التواصل لناس قرروا أنهم يقطعون الجلوتين من حميتهم اليومية أو من غذائهم اليومي، وقال لك والله صار بشرتي أفضل، صحتي أفضل، انتفاخ أحس فيه أفضل. فمع العلم أن معظم مصادر أكدت أن الجلوتين آمن للجميع ما عدا الناس اللي عندهم مشاكل صحية محددة عندهم حساسية للجلوتين نفسه، لكن معظم الناس ما عنده حساسية من الجلوتين مفروض ما يسبب أي مشاكل. لذلك هذا ستوضحه لنا اختصاصية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة رانيا صفوان. صباح الورد. إلى أن يعودون اتصال بالأستاذة رانيا. صراحة وايد الفيديوهات اللي كانت تطلع عن ان الناس زعلانه من الخبز، وهل الخبز شرير او الخبز طيب، والناس هل ناكل خبز او لا ناكل خبز. انا وجهه نظري دائما كل شيء باعتدال ما يضر، يعني طالما ان انت ما عندك حاله صحيه تمنعك من تناول الجلوتين كل شيء ناخذه باعتدال مهم، خصوصا ان الخبز يعتبر من الكربوهيدرات اللي نحن نحتاجها في غذائنا اليومي حسب الطبق الصحي. فيجب ان ناكل كربوهيدرات سواء كان من الخبز، سواء كان معكرونة، سواء كان من العيش أو الرز مثل ما احنا نسميه في الإمارات. فوجود كل شيء باعتدال ما يضر، ما يزيد الوزن، ما ينقص الوزن، على الرغم أنه وايد من الناس تحاول تشوه سمعة الخبز وتقولك يجب أن تقطع الخبز تماما من نظام غذائك اليومي عشان ينزل وزنك، عشان يتحسن السكر مالك، عشان تتحكم بضغط الدم. هذا وايد كلام طلع، لكن أريد أقول كل شيء باعتدال ما يضر. وإذا قلنا عن الجلوتين يمكن وايد ناس تسأل شو الجلوتين. الجلوتين هو عبارة عن بروتين موجود بشكل طبيعي في كل أنواع الحبوب، موجود في القمح، موجود في الشعير، موجود في كل أنواع الحبوب اللي حنستهلكها بشكل يومي. والجلوتين هذا كثير من الناس ربطوه بأنه قد يسبب مرض مناعي يسموه مرض السيلياك، وهو مرض يكون في شخص يعاني من إسهال، عدم تحمل الجلوتين يصيب أعراض مختلفة، قد يكون قيء، قد يكون إسهال، انتفاخ مزمن وغيره بسبب حساسيته للجلوتين. طبعا الحين يعني حتى الناس اللي عندها حساسية للجلوتين، إذا رحنا الحين المخابز أو السوبر ماركت بنلاقي هناك
يعني ما شاء الله مختلف أنواع الخبز اللي موجودة على الأرفف. في خبز جلوتين فري، في خبز شوجر فري، في خبز أسمر، في خبز أبيض، في خبز تلاقون نص نص بين الأسمر والأبيض، في خبز وايد يكون أسمر. فهناك مختلف الخيارات موجودة. مو مثل قبل كان المريض عنده حساسية من الجلوتين ما يكون عنده أي خيار، يعني لازم يقطع الخبز تماما من غذاء اليومي لأنه ما في عنده أي خيار آخر. لكن ما شاء الله الحين مثل ما قلنا الخيارات متعددة. فإذا أنت شكيت أن عندك حساسية من الجلوتين مثلا، يكون عندك انتفاخ مستمر بعد تناول الخبز أو الحبوب، إسهال، سوء هضم دائما متكرر، أنا دائما أفضل أن نستشير الطبيب. أحيانا شي يكون جزء من العلاج. في كثير من الناس تفكر أنه لو أنا شكيت أنه عندي مثلا عرض من تناول الخبز أو الحبوب، أنه عندي حساسية من الجلوتين، طبعا أنا متوقع عندي حساسية من الجلوتين، لازم أسير العيادة ولازم الدكتور يطلبي تحليل مجموعة من التحاليل ونكتشف هل عندي حساسية أو لا. أحيانا العلاج قد يكون أن نخلي المريض على نظام غذائي قليل الجلوتين عشان نشوف شو ردة فعله. انت شو كنت عشان تستوي لك هالاعراض؟ حساسيه الطعام وايد مزعجه وما يسببها الاكل بروحه، انما احيانا مجرد لمس الطعام او استنشاقه. اكثر الاطعمه اللي تحسس فيه الحليب ومشتقاته مثل الزبده والايس كريم، البيض، القمح والصويا، الفول السوداني والجوز واللوز والكاجو، السمك والصدفيات مثل الروبيان والمحار. الاعراض تكون احيانا خفيفه مثل البثور، الحكه، سيلان الانف والعيون. احيانا تكون شديده مثل ورم في الحلق، ضيق في النفس، الغثيان، وحتى الإغماء. حساسية الطعام تصيب 5% من الأطفال و 2% من البالغين. ترتفع النسبة ما بين 4-8% من البالغين في الدول المتقدمة. ونصيحة يا سعيد، إذا رحت المطعم اسأل عن مكونات الأكل وأطلب منيو مذكور في الحساسيات. بس مو بكل ردة فعل الجسم هي حساسية، يعني إذا أكلت أكل هندي وأصابتك حرقة في المعدة هذه مو بحساسية، هذه نتيجة طبيعية للتوابل. إذا صار معاكم أي حادث مرتبط بالطعام سووا فحص الحساسية عند الطبيب، وعساكم دوم صحة وسعادة. وإن شاء الله دائما نكون جميعا بصحة وسعادة. الحين نروح لأخصائية التغذية الأستاذة رانيا صفوان، بتكلمنا أكثر عن الجلوتين ومن يجب عليه اتباع حمية خالية من الجلوتين. صباح الورد أستاذة رانيا. صباح النور يا هلا. حياك الله بصحة وسعادة. أهلين فيكي، الله يسعدك. الله يسلمك. نتكلم أول شيء نشرح لهم ما هو الجلوتين، وهل يجب كلنا نقاطع الخبز والجلوتين، الخبز الطيب الفنان هذا نقطعه لأن الناس تقول الجلوتين مو بزين لنا، ولا من لازم يتبع حمية خالية من الجلوتين؟ أول شيء بتشكرك على المقدمة، كانت مقدمة رائعة بصراحة. بالفعل الجلوتين مؤخرا صار حديث كثير من الأشخاص وصار في لغط عليه بشكل كبير. باختصار الجلوتين هو مركب بروتيني موجود بشكل طبيعي في بعض الأغذية، في عنا الحبوب، القمح، الشعير، أوقات منلاقيه بالشوفان، البرغل، والعديد من الحبوب مثل ما منسميها. هو كمركب بروتيني، فبما أنه موجود بشكل طبيعي فنحن أكيد عم ناكله وعم نستخدمه بشكل كبير جداً. أغلب أكلنا يحتوي على القمح مثل ما قلتي، الحلويات، المعجنات، موجود حوالينا بشكل كبير جداً. شو هي الحمية اللي هي خالية من الجلوتين؟ فهو ببساطة الأكلات اللي تحتوي على الجلوتين نحن لازم نتجنبها. من عليهم اتباع الحمية الخالية من الجلوتين؟ في أشخاص كثير عنا ياهن مثلاً الجلوتين بدايقهم، في أشخاص بسبب لهم حساسية، الأشخاص اللي بيعانوا من مرض السيلياك اللي حاليا منتشر بشكل كبير، يمكن هو من قبل كان موجود بس كان صعب تشخيصه، بس حاليا صار التشخيص مرض السيلياك سهل. فهدول الأشخاص لازم يتبعوا حمية غذائية خالية من الجلوتين 100%. هدول الأشخاص حتى لو كان مثلاً في نسبة قليلة جداً من الجلوتين بأكلهم، هذا الشيء رح يضايقهم، رح يسبب لهم أعراض، أوقات ممكن توديهم للمستشفى للطوارئ لا سمح الله. في أشخاص لا، بتكون كردة فعل مختلفة، في أشخاص ما بيتحملوا الجلوتين، في أشخاص ممكن ببساطة تسبب لهم انتفاخات،
نفخة في المعدة، اضطرابات هضمية، ممكن يكون على طريقة مثلا وجع رأس. فينا نعرف انه مثلا الاشخاص اللي هن متضايقين مثلا من معدتهم حتى المزاج بيكون متقلب وبيكونوا بيميلوا للعصبية مثلا. فبالفعل في اشخاص ممكن الجلوتين يسبب لهم عدم راحة، او مجرد ما انهم هن خففوا من الجلوتين يرتاحوا اكثر من ناحية الامعاء او من ناحية المزاج او النفخات او الاضطرابات الهضمية. ممتاز. فيعني معناته أنه لازم مو كل حد يتوقف عن تناول الجلوتين. إذن سؤال، هل لو اتبعنا حمية خالية من الجلوتين هل هو يعتبر طريقة سريعة لإنزال الوزن؟ هلأ شخصياً يعني أنا اتبعت مثلاً حمية خالية من الجلوتين لمدة أسبوعين، يعني لأنه كانوا بيجينا دائماً أشخاص حابين يتبعوا نظام خالي من الجلوتين، سواء كان عندهم عدم تحمل الجلوتين أو كان عندهم مرض السيلياك أو حساسية القمح وإلى آخره. فنحن مشان نكون دقيقين ونعيش التجربة مع المرضى، نحن غالباً منعيش التجربة نشوف قديش هو صعب الواحد يتبع مثلاً حمية خالية من الجلوتين. مجرد ما نحن انتبهنا أكثر على النظام الغذائي تبعنا، صرنا نبتعد عن المعجنات والحلويات، فلا إراديا ممكن يسبب نزول في الوزن. بس في حال نحن ابتعدنا عن الجلوتين وصرنا نركز على العناصر اللي هي ما فيها جلوتين، في عندك مثلا كثير عناصر، الرز، الفواكه، البطاطا، يعني هاي الأمور كلها خالية من الجلوتين بشكل طبيعي. فللأسف ممكن الأشخاص يصيروا يعتمدوا على الأشياء الغير صحية لحتى يشبعوا، مثلا إذا هن موقفين الخبز والقمح وهالأمور، ببساطة ممكن يركزوا أكثر مثلا على الرز، على البطاطا المقلية، على الفاست فود أو الأكلات الوجبات السريعة. فهذا الشيء ممكن ما يساعد على نزول الوزن في حال الشخص ما عم يتبع نظام غذائي صحي. علاقة مباشرة أنه الواحد إذا اتبع نظام غذائي خالي من الجلوتين يسبب أو يؤدي إلى نقصان الوزن، فهذا الشيء بصراحة ما موجود. بس مثل ما قلت لك، الواحد لما يكون منتبه على الأكل تبعه، لما يكون مثلا خلاص بطل يأكل خبز، خفف كثير من الحلويات، صار ينتبه أنه لا هي فيها هيك هي فيها هيك، فممكن يؤدي إلى نزول الوزن. وفي نقطة كمان، الأشخاص يلي عندهم عدم تحمل الجلوتين ممكن لما يأكلوا جلوتين هاي الانتفاخات، التهابات المعوية، الالتهابات المعوية بشكل عام تعمل احتباس في السوائل. فهو مجرد الشخص امتنع عن الجلوتين هاي الالتهابات كلها بتخف، فمجرد ما هاي الالتهابات خفت كمان السوائل بتخف، فبالتالي ممكن يؤدي كمان إلى نقصان الوزن. نحن عم نحكي بفترة تقريبا أسبوعين ثلاثة ممكن الشخص يشعر براحة، يشعر في نزول في الوزن، بس غالبا مش لأنه هو مثلا اتبع نظام غذائي خالي من الجلوتين، لا، لأنه هاي الالتهابات خفت، عرف شو لازم يأكل، شو لازم يبتعد، وهي الأمور. ممتاز، شاكرة لك أستاذة رانيا صفوان، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص الجلوتين والحمية الخالية من الجلوتين. شكرا لك ونهارك سعيد. عافية. شكرا. طبعا مثل ما قالت أستاذة رانيا إن لازم ما نتبع كلنا حمية خالية من الجلوتين، بل التوازن دائما نقول هو الأساس، يعني كلنا أكل متوازن ما بيزيد وزننا، بنحافظ على وزن صحي وأيضا ينقص وزننا في ظل بعد تناولنا لكافة العناصر الغذائية الموصى بها حسب الطبق الصحي. إحنا رح نطلع إن شاء الله فاصل، وبعد الفاصل بتكون معنا الدكتورة مي رؤوف، الرئيس والمدير الطبي لمركز دبي للتبرع بالدم، بتكلمنا عن التبرع بالدم والحملات اللي عندهم، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم لنكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة، للتواصل على 6005514114 والرسائل النصية على 4006.
من بين المراكز المتخصصة المطورة والمتميزة دائما في هيئة الصحة بدبي يأتي مركز دبي للتبرع بالدم، الذي يعد أحد أهم المراكز الرائدة في هذا المجال على المستوى العالمي، ليس فقط بتقنياته وخبرة وكفاءة القائمين عليه، وإنما بما يحقق من معدلات نجاح وما يحظى به من اعتمادات دولية تعكس المكان التي ينفرد بها المركز في مجاله وتخصصه. طبعا حول المركز وحملات التبرع بالدم ومركز دبي للتبرع بالدم، يعني تكلمنا عنه وايد في برنامج صحة وسعادة، ووجود هذا المركز الحين في قلب الحدث العالمي إكسبو 2020. يدور حديثنا في هذه الفقرة مع الدكتورة مي رؤوف، الرئيس والمدير الطبي لمركز دبي للتبرع بالدم في هيئة الصحة بدبي. صباحك ورد دكتورة مي. صباح الخير والسرور دكتورة، كيف حالك؟ أهلا فيك وحياك الله، نورتينا في صحة وسعادة بعد غياب. الله يسلمك، شكرا. دكتورة مي، نتكلم أول شيء عن مركز دبي للتبرع بالدم، تطوره ومكانته والدور المهم اللي يلعبه المركز في توفير الدم للمرضى المحتاجين. مركز دبي للتبرع بالدم التابع لهيئة الصحة في دبي هو المورد الوحيد في إمارة دبي في هيئة الصحة للدم ومكوناته، فيخدم المركز مستشفيات هيئة الصحة في دبي، وكذلك يخدم حاليا 42 مستشفى خاص مرخص لإجراء عمليات نقل الدم. وطبعا الحمد لله أنه المركز هو أول مركز نقل دم داخل دولة الإمارات تم اعتماده من قبل جمعية بنوك الدم الأمريكية، بالإضافة إلى أنه حصل على كثير من الجوائز العالمية والمحلية اللي تعكس التقدم والتطور التقني في المركز، بالإضافة إلى جودة الإجراءات لضمان سلامة المتبرعين وسلامة الدم المنقول للمرضى. ممتاز. دكتورة مي، لو تعطينا يعني رسالة في بداية اللقاء للمستمعين بخصوص أهمية التبرع بالدم للشخص المتبرع. التبرع بالدم هو عمل إنساني نبيل، ودائما احنا نذكر ونقول انه مع كل التقدم والتطور بالعلوم عامة والعلوم الصحية خاصة لم يتم اكتشاف بديل لدم الإنسان، فبالتالي فإن بنوك الدم بحاجة يومية إلى تبرع الأشخاص الأصحاء الذي يستطيعون التبرع بالدم وتنطبق عليهم شروط التبرع بالدم، أنه يتوجهون إلى مراكز التبرع بالدم أو حافلات التبرع بالدم المتنقلة القريبة على مكان تواجدهم للتبرع بالدم والمساهمة في إنقاذ حياة المرضى المحتاجين. مركز دبي للتبرع بالدم يسحب تقريبا 50% من وحدات الدم على مستوى الدولة، وهذا طبعا يعكس توسع والخدمات الصحية في القطاع الحكومي والخاص في إمارة دبي، وكثير من العمليات أو كثير من التقنيات اللي تم إدخالها في جميع المستشفيات اللي تحتاج إلى دم، مثل عمليات القلب المفتوح، عمليات تبديل الركب، بالإضافة إلى أنه إمارة دبي فيها مركز كبير ومعروف عالميا للثلاسيميا، هو مركز الثلاسيميا التابع لهيئة الصحة، ومثل ما أكثر المستمعين يعلمون أنه مرضى الثلاسيميا اعتمادهم الأساسي هو على نقل الدم المتكرر، فتقريبا يعني 34% من الدم اللي يتم سحبه في هيئة الصحة يذهب إلى مرضى الثلاسيميا. فاليوم أتوجه طبعا بكل الشكر والتقدير وعزين عن شكر المتبرعين بالدم، لأنهم يتبرعون بدمهم لأشخاص ما يقابلوهم بحياتهم بغض النظر عن جنسياتهم وديانتهم ولونهم، فالله يجازيهم خير. بالإضافة إلى هذا أنه إحنا أثناء جائحة كوفيد في عام 2020 عندما كانت في أوجها وبدايتها، الحمد لله لم يتوقفون المتبرعين بالدم من التبرع بالدم، فهذا طبعا شيء شهدت له منظمة الصحة العالمية، وكان في طلب منهم لإظهار تجربة دبي في الاكتفاء الذاتي من الدم أثناء الجائحة. فاليوم طبعا نشكرهم ونقدرهم وشكر قليل لهم، وكذلك يعني نتوجه لهم لأنه
في حالات مستمرة، في طلب مستمر يومي للدم، فكل أصناف الدم، كل المتبرعين اللي يقدرون يتبرعون بالدم أنه يتوجهون إلى مركز دبي للتبرع بالدم الواقع داخل حرم مستشفى لطيفة في شارع عود ميسى. وكذلك إذا الأشخاص يحبون يتبرعون بالدم في أماكن قد تكون قريبة على مكان تواجدهم، عملهم أو سكنهم، فيمكن الاتصال بمركز الاتصال الموحد التابع لهيئة الصحة في دبي، وهم يعرفون وين موجودة حافلة التبرع بالدم اللي هي تجوب مختلف أنحاء الإمارة. وأثناء خلال عام 2021 تم تنظيم ما يقارب 760 حملة للتبرع بالدم من خلال هذه الحافلات. ممتاز. قبل نتكلم عن حملات التبرع بالدم، نتكلم عن حملة دمي لوطني للتبرع بالدم. نعم، حملة دمي لوطني طبعا حملة تفتخر بها دولة الإمارات، متميزة تعكس دعم القيادات العليا شيوخنا الله يحفظهم بأنه يكونون أول المتبرعين بالدم، وهو أحد الأعمال الإنسانية حتى يقتدي بهم باقي الأصحاء من الشباب ومن جميع الفئات العمرية. أطلقت حملة دمي لوطني تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد الله يحفظه في عام 2012، وكان هو أول المتبرعين بالدم آنذاك. واستمرت كل سنة الحملة في فعالياتها، نشر الوعي، نشر الثقافة حول التبرع بالدم، وكانت دائما الحملة تنطلق في أيام قريبة على اليوم احتفالات الدولة باليوم الوطني. في دورتها العاشرة اللي هي كانت في عام 2021، شركاء هيئة الصحة في دبي في حملة دم لوطني اللي هم خدمة الأمين والإمارات اليوم نوجه لهم كل التحية والتقدير، أنه قررنا أنه تستمر الحملة طول أيام السنة لأن الحاجة للدم مستمرة كل يوم. فاستمرت طول أيام السنة، كان في الدورة العاشرة عام 2021 أول المتبرعين سمو الشيخ منصور بن محمد الله يحفظه ويحميه، واختتم الحملة في الدورة العاشرة في أكسبو بحملة واسعة للتبرع بالدم كانت ناجحة جدا. وهذا طبعا يعكس دعم القيادات العليا للأعمال الإنسانية ومنها التبرع بالدم. كذلك أنه هيئة الصحة موفرة كل الخدمات الذكية، كل الأجهزة الطبية، كادر طبي متخصص ومتمرس حتى نوفر أفضل رعاية وخدمة سريعة للمتبرعين بالدم. ممتاز. دكتورة مي، نتكلم شوي عن الإجراءات الاحترازية اللي اتبعها مركز دبي للتبرع بالدم عشان نطمن الجمهور. ما شاء الله من بداية الجائحة كان عندكم إجراءات احترازية شديدة جدا، طبعا مع مواكبة لإجراءات الدولة للحد من انتشار كوفيد 19، فاللي حاب يتبرع بالدم شو هي الإجراءات الاحترازية اللي تتبعونها في المركز؟ الحمد لله دكتورة ندى، يعني المركز من بداية الجائحة وفر خيمة كبيرة للتبرع بالدم واسعة جدا حتى نتأكد من التباعد الاجتماعي، توفير التعقيم المستمر لكل الأسرة وكل الكراسي اللي تم استخدامها، قياس طبعا درجات الحرارة لجميع الأشخاص اللي يرغبون بالتبرع بالدم، بالإضافة طبعاً إلى أنه في كثير إجراءات وفرناها من خلال تطبيق خدمة ذكية اللي هي خدمة دمي، وهي خدمة ذكية موجودة على الهواتف المحمولة موجودة في تطبيق هيئة الصحة الذكي. توفر هذه الخدمة أنه الشخص ما يبقى فترة طويلة لإجراء عملية التبرع بالدم، تقلل من وقت الخدمة ما يقارب 20 دقيقة. فإذا الشخص يرغب بالتبرع بالدم، واليوم من هذا المنبر نحب نوجه الناس أنه إذا عندكم وقت تدخلون على تطبيق هيئة الصحة في دبي، وهناك خدمة اسمها خدمة دمي. هذه الخدمة ممكن تعرفون كثير معلومات عن طريقها عن التبرع بالدم، شو فوائد التبرع بالدم وشروط التبرع بالدم. كذلك ممكن الشخص يبدي بعملية التبرع بالدم على الهاتف المحمول،
يسجل ويعبي الاستبيان ويقرأ المعلومات اللي المفروض يقرأها التثقيفية قبل التبرع بالدم لسلامته ولسلامة المريض، وينهي الاستبيان والنظام يعطي رمز كود يأتي إلى المركز فورا إلى الفحص الطبي، فيكون اختصر 20 دقيقة من عملية التبرع بالدم. وهذه طبعا أيضا تعتبر من الإجراءات الاحترازية، لأن عدم تواجد الأشخاص بكثرة أو بوقت طويل داخل مكان التبرع بالدم يساهم في أنه يتم الإجراءات بسلاسة وبسهولة. هذه موجودة ليس فقط في مركز التبرع بالدم، لكن ممكن موجودة في، يعني ممكن استخدامها في كل الحملات، سواء كانت عن طريق حافلات التبرع بالدم أو الحملات الثابتة داخل الأماكن. فأشجع الجمهور الاطلاع على خدمة دمي داخل تطبيق هيئة الصحة لمعرفة كثير من المعلومات السهلة والبسيطة متوفرة في لغتين، والإجراءات الاحترازية الكوفيد في بنوك الدم موجودة في 3 لغات، في اللغة الهندية كذلك، يستطيعون الاطلاع عليها لمعرفة المزيد من المعلومات. ممتاز دكتور مي، نمر على السريع على حافلة إكسبو اللي موجودة في إكسبو 2020. نعم طبعا، احنا شرفنا انه هذه السنة انه تكون حافلة التبرع بالدم موجودة في ارض اكسبو، طبعا ارض الابداع والتقنيات، ومن ارض دبي طبعا ارض الحب والعطاء والتسامح والانسانية. كان في باصاتنا متوفرة لانه التبرع بالدم هو احدى الأعمال الإنسانية اللي يبين بها الشخص حبه للعطاء وحبه لدعم أخيه الإنسان. فبدينا في شهر نوفمبر 2021 بحملة، وفي كل شهر يكون عندنا حملتين على أرض أكسبو الحمد لله. الإقبال كثير كبير وإقبال واسع الحمد لله، وكثير من الناس اللي شفناهم في أكسبو هم متبرعين لأول مرة، وهذا طبعا يعتبر دعم كبير لبنوك الدم بدخول متبرعين جدد على النظام. فكثير من الأشخاص يكونون عوائل يتبرعون بالدم، وهذا طبعا شيء حلو لأن الطفل يشوف أبوه يتبرع بالدم أو يشوف أمه تتبرع بالدم، وهذا طبعا هو جزء مهم من التوعية والتثقيف حول التبرع بالدم اللي احنا دائما نسعى أن يكون أسلوب حياة، يكون هذا جزء من نمط الحياة للأشخاص الأصحاء. وكذلك طبعا في أكسبو حصلنا على عدد كبير من الشباب اللي يتبرعون بالدم، وهذا طبعا أيضا مؤشر جيد جدا لأن الشباب هم القاعدة الأساسية لنظام نقل دم مستديم في الدولة. وطبعا نوجه الشكر والتقدير إلى القائمين على تنظيم أكسبو لأن التنظيم رائع، وسهلونا كل الإجراءات حتى نكون متواجدين في مكان الزوار يكون واضح بالنسبة لهم، وتم الإعلان عن الحملة ومستمرين إحنا إلى نهاية أكسبو بالتواجد في حافلة تبرع بالدم هناك، يعني الحمد لله. ممتاز دكتورة مي، خبروني يقولون لي يتبرع بالدم تعطونا ختم مميز في جواز إكسبو؟ اي نعم، اللي يزور الحافلة ويتبرع بالدم في ختم خاص يحمل شعار دمي لوطني على جواز إكسبو، فشي جدا حلو ومميز. ندعو الناس اللي يزورون إكسبو إذا حابين يتبرعون طبعا ألف أهلا وسهلا فيهم، وإذا حابين بس يشوفون الباص ويسألون عن التبرع بالدم أو إذا عندهم أي سؤال يتوجهون إلى حافلة التبرع بالدم، وإحنا طبعا نرحب بهم. وكل الأطفال نختم لهم على جوازهم ختم دمي لوطني حتى يكون هذا تحفيز لهم بالمستقبل إن شاء الله أنه يكونوا من المتبرعين بالدم الطوعيين. ممتاز، هذا المخرج نمر يخبرني يقول دكتورة في ختم مميز، نمر بيسيب يتبرع، احجزي له دور بيسيب يتبرع إن شاء الله في حفلة إكسبو. أهلا وسهلا بكم كلكم. تجربة جدا جميلة، يعني واحد يزور إكسبو ويقوم بواجب وطني وإنساني هو التبرع بالدم، ويحصل ختم مميز أيضا في جواز إكسبو إضافة للأختام الموجودة في جواز إكسبو، شيء جدا جدا جميل. دكتورة مي، في النهاية نتعرج على السريع على الفئات اللي تقدر تتبرع والفئات
الفئات اللي ما تقدر تتبرع بالدم؟ طبعا الأشخاص الأصحاء بين العمر 18 إلى 65 سنة اللي يحسون أنهم بصحة جيدة ما عندهم أمراض مزمنة. وطبعا الأمراض المزمنة اللي تمنع التبرع بالدم هي مش الضغط ولا السكر، لأنه الضغط اللي عنده ضغط أو اللي عنده سكر ممكن يتبرع بالدم إذا شروط التبرع بالدم موجودة. ولكن مثلا عندهم أمراض دم وراثية، الأشخاص اللي مصابين بأمراض مثلا سرطانية، الأشخاص اللي يعانون مثلا من بعض الأمراض اللي تخص نسبة خضاب الدم، هذول الأشخاص مثلا نمنع تبرعهم لحفاظا على سلامتهم. وفي طبعا مجموعة شروط للتبرع بالدم اللي تخلي الشخص أنه يستبعد من التبرع بالدم، مثلا إذا كان مصاب بالتهاب الكبد الوبائي أو الأمراض الفيروسية اللي ممكن أن تنتقل عن طريق الدم، وهذا طبعا يكون استبعاد عن التبرع لضمان سلامة المريض متلقي الدم. لكن الأشخاص الأصحاء بين عمر 18 إلى 65 سنة اللي يكونون مثلا بصحة جيدة ممكن أوزانهم تكون فوق 50 كيلوغرام ممكن أنه يتولى التبرع بالدم. إحنا طبعا أثناء الجائحة دكتورة ندى أني أحب أن أذكر بشيء، من بدأت جائحة كوفيد في 2020 كثير من عالميا كثير من التعليمات جاءت من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، اللي مثلا كنا نستبعد المتبرعين لمدة 28 يوم إذا كان مصاب بالكوفيد، لكن حاليا تم تغيير كثير منها. فمثلا على سبيل المثال الشخص اللي يكون مصاب بكوفيد ويشفى بعد 14 يوم إذا اختفت الأعراض ممكن يتبرع بالدم، بينما كان السابق 28 يوم. الأشخاص اللي يأخذون التطعيم، في بداية التطعيم كان التوجه أنه يتم استبعادهم لمدة 7 أيام، حاليا ما في أي استبعاد للأشخاص اللي يأخذون التطعيم، لأنه بعد التطعيم إذا هو بصحة جيدة وما عنده حرارة ما عنده أعراض ممكن يتبرع بالدم. فاليوم أحب أن أذكر على هذه النقاط اللي هي شروط التبرع بالدم، هي مش ثابتة تتغير طبعا خصوصا مثلا مع الجائحة، بكل ما تصير معلومات أكثر لدى الجهات الصحية يتم تغيير التعليمات. فأي شخص يأخذ التطعيم ويحس أنه هو بصحة جيدة ممكن يتبرع بالدم بدون أي استبعاد. والأشخاص اللي يكونوا مصابين بالكوفيد ويشفون الله يشفي الجميع، فبعد 14 يوم ممكن الأشخاص يتبرعون بالدم. وأي شخص عنده أي سؤال يشك مثلا أنه هل هو ممكن يتبرع أو لا، ممكن يتصل بالمركز الموحد للاتصال لهيئة الصحة وهم يردون على جميع الاستفسارات الخاصة بالمتبرع نفسه، لأن في ناس تأخذ أدوية معينة تريد تسأل مثلا الدول فلاني ممكن أتبرع به أو لا، فهم عندهم كل المعلومات يردون على أسئلة المتصل. ممتاز، شكرا لك الدكتورة مي رؤوف الرئيس والمدير الطبي لمركز دبي للتبرع بالدم، مداخلتك معانا اليوم بخصوص التبرع بالدم والحملات اللي عندكم وحافلة إكسبو اللي نشجع الكل إن شاء الله على زيارتها والتبرع بالدم. شكرا لك دكتورة مي، نهارك سعيد. نهاركم سعيد، شكرا. أنا إن شاء الله ناوي إن شاء الله بعد أسير روح أتبرع بالدم. أنا متبرع للأسف مو منتظم لمركز دبي تبرع بالدم، لكن لازم كلنا نحط ضمن جدول أعمالنا نحن نتبرع بالدم. ترى تبرع بالدم جدا مفيد للمتبرع، يساعد جسمنا على إنتاج خلايا دم جديدة، صفائح دم جديدة، يخلينا صحتنا أفضل، وغير هذا طبعا الأجر اللي نأخذ المتبرع بالدم ويستفيد منه إنسان آخر. فأي حد إلى الآن متردد أو ما جرب يتبرع بالدم، نصيحتي احجزوا موعد وخذوا خذوا عيالكم، خلي تشوفون عملية التبرع بالدم، خلي ننمي فيهم حب العطاء هذا في عيالنا، يتعرفون التبرع بالدم مهمة إنسانية وإحنا نسهم في إنقاذ حياة شخص أنا ما أعرفه
ما أعرف اسمه، ما أعرف جنسه، ما أعرف لونه، ما أعرف ديانته، لكن أسهم في إنقاذ حياة الغير. نحن وصلنا إلى ختام برنامجنا، برنامج صحة وسعادة اليوم. كان معي النمر محمد عبده في الإخراج، وكان مخرج ومنسقي ودكتورة ندى الملة. كنا معاكم على مدى ساعة تقريبا عن هو، إن شاء الله كنا خفاف عليكم. ولا أن ألتقيكم إن شاء الله يوم الأثنين القادم، واللي أحبك الأثنين. أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.